الصدقة، فما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أتريد أن تسارع إلى الجنة؟ أتريد أن تكون من أصحابها؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أتعرف من المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. كان غنيا، كان محتاجا، إلا أنك تجده ينفق ولو كان ضعيف الدخل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، تعرف شنو قال؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني في حال الصحة والنشاط عندك شوية فلوس تبي تجمع أكثر وأكثر ومتأمل أنك تعيش كثير، هني الصدقة عظيمة. تدري ليش؟ لأن الناس عندهم أنا بسوي وأبي أفعل وأبي أسافر وأبي أبني، ولهذا الصعب ينفق في هذه الحال. قال ولا تمهل، يقول عليه الصلاة والسلام، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني خلاص عند الغرغرة، قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. بعض الناس عند الموت يقول يا ليتني رجعت إلى الحياة فأفعل وأفعل وأفعل. يقول ابن القيم رحمه الله إن من أعظم أسباب انشراح الصدر أنك تحسن إلى الناس. تخيل لو تروحك فقير، أسرة فقيرة، فتعطيهم مؤونتهم وتدخل السرور إلى قلوبهم، تعرف الفرح والضحك الذي تراه في وجوه الأطفال والسرور في وجوه الوالدين، هذا يخليك ينشرح صدرك أصلا. إذا كنت مريضا وعجز الأطباء عن شفائك فاحرص على الصدقة، فإن المريض يتداوى بالصدقات. جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك وقد كان في رجله قرحة ما شفيت، حاول مع كل الأطباء تنزف صديدا وما شفيت، فقال له احفر بئرا فإنك بإذن الله تشفى. حفر بئرا لله عز وجل وما مرت أيام إلا وشفاه الله جل وعلا. تصدق يا عبد الله فإنه ما نقص مال من صدقة. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.